السلام عليكم، مبارك عليكم العشر، عشر ذي الحجة هي أفضل أيام العام على الإطلاق، بخلاف الليالي، ليالي رمضان أفضل، لأن ليالي رمضان فيها ليلة القدر وهي أفضل الليالي، بخلاف الأيام، أيام عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة وهو أفضل الأيام على الإطلاق. هي الأيام المعلومات اللي ذكرها الله سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والله هذا فضل عظيم، مو طبيعي، شيء عظيم. يعني أهم شيء ترك المحرمات، الغيبة والنميمة والكذب والفحش، ثم كل الأعمال الصالحة بما في ذلك الصوم، وإن كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامها، لكن من صامها فهذا من العمل الصالح، ويستحب صيام عرفة. وكذلك التكبير، فإنه من ذكر الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو غير ذلك. هذه مواسم الطاعات سرعان ما تزول، تعب الطاعة يذهب وتبقى لذتها، ولذة المعصية تذهب ويبقى ألمها. لا لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.